مع اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، اتخذ الفنانون السوريون موقفاً من النظام السوري، فمنهم من أيد الاحتجاجات وعارض النظام، ومنهم من عارض الاحتجاجات ودعم النظام، وكانت الفنانة رغدة من أبرز الداعمين لبشار الأسد، لكنها لم تكتفي بمجرد الإعلان بذلك، إذ بدأت تهاجم من يعارض الرئيس السوري ونظامه، ووصل الأمر لدرجة مغادرة برنامج على الهواء، لكن مواقفها الصريحة الداعمة للأسد دفعت ثمنها غالياً، لدرجة أنها كادت أن تفقد حياتها مرتين. فما الذي حدث؟ منذ بدء الأزمة السورية وبدأت الفنانة رغدة تثير الجدل بتصريحاتها بين الحين والآخر، والتي وصفها بعض السوريين بالمستفزة، فلم تقف تصريحاتها عند حد الدفاع عن النظام وتأييده، بل ومطالبته بتدمير الأخضر واليابس وإنهاء حياة جميع المعارضين في مسقط رأسها حلب. ووجهت رغدة للرئيس بشار رسالة مفادها أنها ستعتبره خائنا إذا تنحى عن منصبه وترك حكم سوريا، وكانت تؤكد بشكل دائم أن بشار لم يظلم السوريين حتى يقوموا بثورة عليها، كما اتهمت القنوات الفضائية بتضخيم الاحتجاجات وفبركتها ببرامج الجرافيك، متهمة قناة الجزيرة في المقدمة. موقفها المؤيد للنظام جعلها تهاجم كل من يعارضه، فعندما أعلنت الفنانة أصالة معارضتها للنظام السوري المتمثل في بشار الأسد، هاجمتها رغدة بشدة ووصفتها بناكرة الجميل، مذكرة إياها بأن نظام الرئيس حافظ الأسد هو صاحب الفضل عليها في شهرتها الواسعة. واتهمت رغدة أصالة بأنها باعت وطنها لإرضاء أطراف أخرى، كما هاجمت أيضاً الإعلامي السوري فيصل القاسم لمعارضته النظام. وعندما حلت الممثلة السورية ضيفة في برنامج نورت على قناة MBC، وجه لها الجمهور سؤالاً عن شيء مفاجئ يمكن القيام به، وكان من بين الإجابات المقترحة أنها قد تغير موقفها المؤيد للنظام السوري. تلك الإجابة أثارت غضبها بشدة وغادرت البرنامج ولم تعد. وبسبب مواقفها الصريحة والداعمة للنظام، حاول أفراد من قبل إنهاء حياتها أكثر من مرة في مصر وسوريا، كما أنه كان يصلها تهديدات بخطابات تحت باب منزلها. تصريحات رغدة اعتبرها الجمهور مستفزة وغير إنسانية، وعبروا عن استيائهم الشديد منها، حتى أنها تعرضت للضرب على يد الجمهور أثناء قيامها بإلقاء قصيدة في دار الأوبرا تمدح فيها بشار الأسد، وأنهتها بالسب والهجوم على السيدة عائشة.